أبوشة قلبي، هل في يوم من الأيام سألتي نفسك عن الأشياء اللي تخفيها مطاعم تسوي الوجبات السريعة؟ مثل بالضبط بالضبط ماكدونالدز. لأنه اليوم يا قمر هالدنيا إحنا رح نتكلم عن تجربة شخص اسمه مورجان. سوى تجربة، التجربة هذه صورها على شكل فيلم اسمه سوبر سايز مي. الأمر الغريب العجيب يا قبوشة قلبي أنه بعد الفيلم هذا صارت أكبر ضربة مقاطعة في تاريخ ماكدونالدز، اللي خلت ماكدونالدز تغير سياستها، تضيف سلطة وتضيف خس علشان ترجع على البلاوي اللي طلعها مورجان خلال الفيلم أو الوثائقي هذا. فوالله الكلام هذا يخلينا شوي كذا يصير عندنا أمل، صح ولا لا؟ الشخص هذا يا أبوشة هالدنيا قال أنا بس ودي أن الناس كذا تجتهد شوي وتسأل نفسها سؤال واحد بس، ليش الوجبات هذه طعمها لذيذ؟ يعني أنا مثلا ممكن أني أشتري لحمة جاهزة وأطبخها وأسويها برجر، بس على مين؟ على ماكدونالدز؟ لا 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 لا، هو زرع ليش أشياء عشان تحسين أنه الطعم هذا مستحيل أنش تحصلين عليه لما تسوينه في البيت. تبغين تعرفين السر؟ أبغاش تروحين معانا عشان نطلع أنا وإنتي في الرحلة المميزة والمثيرة مع فيلم سوبر سايز مي. تجربة خنفشارية فضولية، لكنها راح تكشف ليش إيش الأشياء اللي خلف في صناعة الأطعمة السريعة هذه. مستعد يا أمر؟ يلا جيب الشاي والقهوة وخش برجلك اليمين يا أمر قلبي، وخلينا نبدأ. سلام يا أبوشة قلبي، صباح الخير، صباح الحب، صباح الأيام السعيدة، الأيام الجميلة، المطر والغيم والرزق والحظ وكل الأشياء الحلوة اللي تشبه عيونك يا أبوشة قلبي. رح نتكلم اليوم عن فيلم سوبر سايز مي عشان نعرف الصلة بين الوجبات السريعة والأمراض الشنو المزمنة. في البداية أبغى أقول لك أنه فيلم سوبر سايز مي يعني سوى ضجة، أي والله يا أبوشة قلبي سوى ضجة كبيرة وأكبر من ما تتخيلين، لأنه الفيلم هذا كشف لنا عن الوجه الثاني للوجبات السريعة من خلال تجربة شخصية بحتة يا قمر هالدنيا. التجربة هذه بصراحة كانت تجربة مؤلمة، لأنه الفيلم هذا أثبت لنا أنه في علاقة دم، علاقة قرابة بين زيادة الوزن والأمراض المزمنة. بدي أقول لك يا أبوشة قلبي وبعد عمري وحشاشة يوفي أني اليوم جايبت لش تجربة شخص اسمه مورجان. الشخص هذا سوى التجربة ووثقها وصورها وبعد ما نشرها على حسابها على يوتيوب، الشعب الأمريكي سوى أول مقاطعة في تاريخ ماكدونالدز. فحابة تعرفين إيش الشيء المجنون اللي سواه الإنسان هذا؟ تجربة يعني راح تخليش كذا توقفين تقولين معقولة؟ وأنا أقول أنا والله ما أكل، أنا ما أكل، ليش ما أنحف؟ ها؟ فيديو اليوم راح يجاوبش عن كل الأسئلة هذه، عن مزاجش المتغير، عن وزنش اللي ما ينزل، ألام المفاصل اللي تحسينه، حتى عن مزاجش المتقلب، راح يجاوبش عن كل الأشياء هذه. بس في البداية أبغى أعرفش على شيء تمارسه الشلة هذه كلها، سواء ماكدونالدز، هارديز، هيرفي، كل الشركات هذولي يمارسون علينا نفس النظام اللي يجيب نتيجة معاهم كلهم، وعلى رأسهم الماما اللي هي ماكدونالدز. كل شركات الأغذية هذه قاعدة تمارس علينا نفس التسويق. لكن قبل نتكلم عن الخطة التسويقية وكيف يقدرون أنهم يقنعوننا فيها مع أن إحنا ما رح نختلف مع بعض على مضرتها، يعني أنا عارفة وإنتي عارفة والجيران عارفين، بس كلنا نسوي نفسنا كذا متفاجئين من الوزن الزايد والدهون اللي قاعدة تطوق بنا، وإيش نقول؟ نقول أنا والله ما أكل، ترى أنا مصدقنش، وأسمعي الدليل أنه أنا فعلا مصدقة أنه أنتي سمينة برغم أنه أكلش قليل، ومع هذا مصرين ان احنا ناكل منها. ليش؟ راح اقول لك ليش. في البدايه راح نتكلم عن صله القرابه اللي بين العناصر هذه، اللي هم ايش؟ اللي هم الوجبات السريعه وزياده الوزن. اول امر يمارسونه عليش انهم دائما يعطونش وجبه حجمها كبير. نادرا راح تلاقين وجبه تشبعش، وراح اقول لك ليش تشبعش الوجبه هذه. وجبه تشبعش وبالحجم هذا وبسرعة وبسعر مناسب، يعني سعر يكاد يكون في متناول الجميع. الوجبة هذه بالمكونات اللي من داخلها تخليش تستهلكين سعرات حرارية أكثر من اللي أنت تحتاجينه. السعرات الحرارية اللي تاكلينها في برجر واحد تخليش تستهلكين دهون وسعرات حرارية أكثر من اللي تحتاجين منه في باقي اليوم. الوجبة هذه يا قبوشة قلبي يحطولش فيها دهون مشبعة من كثر الدهن اللي حطوهلش، هذا غير السكر والصوديوم، يخليش تحسين ان البرجر هذا خلاص انتي اكتفيتي به،
بالرغم انش نفس حجم البرجر هذا لو سويتيه في البيت ما يشبعش. وهنا يخلينا الكلام هذا نسأل نقول معناها انه فيه شيء ما هو طبيعي، لازم نفكر. كمان المكونات هذه تراها هي نفسها اللي تخليش كل يوم ترجعين وتشترين نفس البرجر هذا، ترجعين تطلبين نفس الطلبات هذه اللي مكونها الرئيسي هو السكر والصوديوم. والعناصر هذولي الشرين هذولي هم أشهر طلاب عند الشركات اللي تصنع ليش الوجبات السريعة، وهم أكثر مكونين رئيسيات يساعدون على زيادة الوزن. رح تقولي لي بس يعني أنتي من الصباح تقرقين علينا عشان تقولي لنا المعلومة هذه؟ لا 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 لا، اسمعي اسمعي الحتة الحلوة هذه. يساهمون في زيادة الوزن وتراكم نوع من أنواع الدهون اللي يخليش كل ما تراكم عندك الدهن هذا أكثر كل ما احتجتي دهون من نفس النوع هذا. يعني مثلا لو أنا مدمنة خليني أقول بسبوسة، أنا في نوع دهن معين يجيني من البسبوسة هذه، فأنا اليوم سويت بسبوسة وبكرة طلعت برا راح أختار نفس نوع الدهن هذا، لأن هذا الدهن اللي يتعطش له جسمي، راح أختار بسبوسة نفس الشيء اللي فيها نفس مكون السكر، نفس السميد، الحليب، نفس المكونات اللي كونت لي الدهون هذه، أنا كل يوم أحتاجها نفسها. يزرعوا لي نوع دهن معين بحيث إنه أنت كل يوم تحسين إنك تبغين نفس الدهن هذا. الدهون هذه يا قمر قلبي مع الوقت مع الأيام تصير دهون عنيدة. انت شفتي الأشخاص اللي يطبخون على النار وتلاقين المواعين حقتهم لما يتكبكب منها الزيوت أو الدهن وتنحرق مع الوقت تصير كذا دهون قوية، لكن مع الوقت صارت دهون عنيدة. أو مثلا خليني أقول لك شفتي مقلى السمبوسة تلاقينها بعد فترة صار فيه تحت كذا دهون متراكمة، الدهون هذه ما تنضف، تحسين كذا انها تصير كأنش تحكين حجر. نفسها بالضبط الدهون اللي تتراكم عندنا من الوجبات السريعة هذه. يعني دهون الحلويات ممكن اني اضبط الانسولين في الدم مثلا اشرب خل التفاح وممكن تتعالج عادي، يعني مع الوقت ممكن تخف، لكن دهون الوجبات السريعة تكون دهون قوية. اصلا هم لما حطوها هم عارفين ايش يزرعولش. راح تيجي واحدة كذا قمر وتقول انا اعرف نص درزن من بنات خالاتي ولا واحدة فيهم سمينة وهم بس يأكلون وجبات سريعة. أوكي راح أقول ليش إيش النتيجة اللي يحصل عليها الجسم سواء سمن أو ما سمن، بناء على إيش؟ بناء على الأشياء اللي صارت لمورجان اللي هو صاحب الوثائقي هذا واللي ذكرها بعد 30 يوم بس من أكله للوجبات السريعة هذه. أنا متأكدة إنه أي واحدة فيكم يأكلون من الوجبات هذه راح تقول لي فعلا الوجبات تسوي لنا نفس الأعراض هذه. الأمر هذا يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى قلة النشاط البدني. إحنا الحين عارفين إنه الأشخاص اللي مدمنين على الوجبات السريعة هذه عندهم نمط حياة مستقر وقلة حركة. راح تلاحظين ان المدمن هذا يكون عنده نمط حياة معين، يعني يمشي على نفس النمط هذا وعنده قلة حركة، مو شرط انها تكون سمينة. في ناس ما عندهم الدهون هذه، لكن راح تلاحظين ان الاشخاص المدمنين على الوجبات هذه قليلين الحركة. ولو قلنا ألف باء قلة الحركة ايش ينتج عنها؟ ان الانسان ما يقدر انه يحرق السعرات الحرارية هذه. والنقطة هذه تاخذنا الى ايش؟ تاخذنا الى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب الاستهلاك المفرط للوجبات هذه. وبعدين يا قبوشة قلبي، الأشخاص المدمنين على الوجبات هذه في احتمال كبير إصابتهم بمرض السكر. ممكن أنت الآن تقولين طيب قولي لنا شلون أثبت الفيلم هذا الأشياء هذه كلها اللي أنت قاعدة تتكلمين عنها، وخصوصا أنش تقولين أنه الفيلم هذا بعد ما سواه مورجان كانت أول مقاطعة لماكدونالدز. راح أقول لش شلون أثبت كل الأشياء هذه اللي أنا قاعدة أقول لش عليها لدرجة أنها أثر على شعب كامل وقاطع ماكدونالدز، لدرجة أنه ماكدونالدز غيرت في سياستها. أول أمر سواه الشخص هذا أنه زار تقريبا حول 5 أطباء وصور التقارير والتحاليل حقته وصور كل شيء. كل الأطباء قالوا له أنه يعني صحتك كويسة، يعني أنت ما أنت سوبرمان لكن صحتك كويسة، ما تشتكي من أي شيء. والأمر اللي أكدوا عليه كل الأطباء أنه حالته الصحية ما هي مقلقة أبدا، تتمتع بصحة كويسة، ما عندك أي أمراض. الأطباء هذولي كانوا في تخصصات مختلفة، يعني طبيب تغذية كشف عن دهون الكبد، شاف الفيتامينات اللي في جسمه، سوى تحليل الغدد، يعني تقدرين تقولين إنه سوى فحص كامل شامل. حتى التقرير اللي يعطيه الطبيب لما يقول له إيه أوكي أنت ناقصك كذا وصحتك كذا صوره كمان بالكامل، يعني اتفق مع الأطباء إنه أنا راح أسوي عندكم تحليل وراح أصور التحليل هذا. بعد ما سوى التحاليل هذه ووثقها وصورها
بدأ بالتجربة الشخصية هذه اللي هي إيش؟ اللي هي لمدة شهر كامل يأكل من مطاعم الوجبات السريعة هذه، فطور غدا عشاء. الأكل اللي كان يأكله ما كان يقتصر على البرجر، يعني مرة برجر مرة نجت، المهم إنه أكله كان بس من الوجبات السريعة هذه، وعلى رأسها ماكدونالدز، هيرفي، هارديز. الأرقام والإحصائيات اللي قدمها الفيلم هذا خلت الشعب الأمريكي يسوي أول مقاطعة، وكانت أول مقاطعة في تاريخ ماكدونالدز. الفيلم هذا يا بوشة قلبي كشف لنا عن أشياء كثيرة يمكن أغلبنا ما يعرفها، اللي هي كيف تستغل صناعة الوجبات السريعة المستهلكين علشان الربح، وهو الربح كربح ما هو غلط، ولكن يقول إن الشركات هذه كلها كلها ترى مجتمعة، إنه عندهم مجموعة استراتيجيات سماها مورجن الاستراتيجيات الذكية اللي تأثر على سلوك المستهلكين. علشان إيش؟ علشان تحفزهم إنهم كل يوم يشترون من المنتجات هذه. ويقول انه سياسة الشركات هذه ما تهمها صحة الفرد ابدا، تهدف بشكل اساسي الى ارباح اكبر للشركات، يعني انه الشركات هذه ابدا 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 ما يهمها صحتش ولا هي دارية وين الله حاطش. السياسة حقتها انه اهم شيء احنا نحقق ارباح اكبر حتى لو كانت على حساب صحة المستهلك. والحين راح أقول لش بعض الطرق اللي تستخدمها الشركات هذه. أول أمر إنها تسوي تسويق موجه للأطفال. شلون؟ الشركات هذه تسوي وجبات للأطفال الصغار، وجبات خاصة، وإحنا كلنا نعرف الكلام هذا لأنه الصغار هذول تراهم أكثر عرضة إنهم يتأثرون وبكرة يصير عندهم ولاء للشركة هذه اللي تعرف ماكدونالدز من يوم كانت صغيرة، وكانت لما تروح تطلب وجبة ويعطونها مع الوجبة هذه لعبة، تعرف الكلام هذا، وأكيد إنها تحس بالولاء هذا. عشان كذا يحطوا لنا كل يوم شخصيات كرتونية على حسب الترند اللي طالع الأيام هذه. يعني مثلا في وقت من الأوقات كانوا يحطوا لنا بنتن أو ألعاب حق بنات كان توها طلعت في هذيك المرحلة، تسويق مباشرة. هم ما يستهدفون به بس الشخص الكبير، هم يستهدفوني أنا وأنتي لما كنا صغار، عشان يزرعون عندنا الفكرة هذه ونكبر ويصير عندنا ولاء لهم، ونحس كذا لا شعوري إنه إحنا مرتبطين بالماما هذه، بالماكدونالدز هذه، نحس بشعور لا شعوري، نحس بولاء ما إحنا حاسين فيه. عشان كذا تستخدم الشخصيات اللي إحنا نحبها والألعاب والهدايا، وتخلي الطفل وهو قاعد يستنى الوجبة عنده حماس، إيش المفاجأة اللي راح تطلع لي اليوم. وكمان في تقارير تقول إنه إعلانات الشركات هذه هي إعلانات مضللة. رح نرجع لموضوع انه الوجبات حقتهم دائما وجبات كبيرة. تدري ليش؟ لانه انت لما اليوم تاخذين برجر يعني كبره كذا راس خروف، لما تجين وتسوين برجر في البيت مستحيل تحسين ان البرجر هذا راح يشبعش، وكمان راح تحسين ان البرجر هذا مكلف، بالإضافة أنه طعمه ما راح يكون زي طعم اللي جاي من برا. فأنتي لأنش حصلتي المرة هذه على وجبة كبيرة، المرة الثانية أنتي ما راح ترضين بوجبة أقل من الوجبة هذه. اللي بعدها يا أبوشة قلبي أنه من سياسات الصناعات هذه أنها تخلي الناس تخلي الوجبات هذه تكون جزء من روتينها اليومي. وترى فعلا في ناس ما تقدر أنه يمر عليها اليوم كامل ما اشترت أي وجبة من الوجبات السريعة هذه، سواء برجر سواء نجت أيا كان. طيب إيش اللي يوصل الشخص أنه يبغى يأكل الوجبات هذه بشكل يومي وتقريبا ما يمل منها أبدا؟ يعني في بنات كذا آخر ليل تجلس كذا مع نفسها فتجوع وتطلب فعلا من المطاعم هذه. تدري ليش؟ في عندهم من ضمن السياسات اللي هو التلاعب بالحواس، يعني انه الاكل هذا لما يصممونه عشان يكون طعمه حلو ومشبع يحطوا له السكر ودهون والصوديوم والامور هذه بطريقه معينه وبمقادير معينه تحفز مراكز المتعه اللي في الدماغ. فدماغه شي يعتقد انه خلاص لحد الان انا ما جربت اي اكل لذيذ اكثر من الوجبات السريعه هذه، فتلاقين انه انت حتى لو اكلتيها بشكل يومي ما راح تملين منه. هذا غير انه اعلاناتها تخليها تلعب على المشاعر وعلى الرغبات. مثل ايش؟ مثل انها تجيب لك اعلان كذا انه انت لما طلبتي من ماكدونالدز او من هيرفي او من هارديز ان انت حسيتي بالسعاده، او طريقه الاعلان تصور لك الراحه انه واو. والحين راح اقول لك ايش النتائج اللي حصل عليها مورجان بعد 30 يوم كان ياكل فيها الوجبات السريعه هذه بشكل يومي، بعد ما رجع وراجع كل الاطباء اللي زارهم قبل يبدا التجربه هذه. لما راح اقول لك ايش الاشياء اللي اكتشفها بعد شهر واحد بس من تناول الوجبات السريعة هذه، راح تقولين يعني والله الشعب الأمريكي أنا أحييه على شجاعة اتخاذ قرار المقاطعة هذه. أول أمر بعد الفحوصات تبين أنه مورجان عنده زيادة في الوزن بما يعادل 11 كيلو خلال 30 يوم بس. الأمر الثاني
عنده زيادة كبيرة في الدهون، أدى إلى زيادة في كتلة الدهون وتراكم السوائل في الجسم. عارف إيش يعني تراكم السوائل؟ يعني تلاقي نفسك كذا منفوخة وتقولين أنا والله ما أكل كثير، لأنه السوائل عندك يا قبوشة قلبي ما تتصرف. فهذا واحد من الأسباب اللي تخلي الجسم يحبس السوائل. الأمر الثاني، لقى مورجان أنه عنده اضطرابات هضمية. مثل إيش؟ مثل الانتفاخ، الإمساك، وهذا كلهم بسبب ارتفاع نسبة الدهون المشبعة والألياف اللي انحدرت لتحت، ما في أي ألياف في الأكل. الأمر اللي بعده، تغييرات في المزاج، لأنه هذا نظام ما هو متوازن، فالأمر هذا أثر على مزاجه، وقال أنه صار يحس بتعب وبإرهاق وبإيش؟ وصار يحس بالقلق بدون أي أسباب كذا بس. الأمر اللي بعده يا أبوشة قلبي، صار عنده صعوبة في التركيز، وقال أنه لاحظ أنه تركيزه وانتباهه ما صار مثل ما كان قبل. قبل كم؟ ها سنة سنتين؟ لا يا بابا، لا قبل شهر واحد. قال أنه الصعوبة في التركيز هذه أثرت على أدائه اليومي، سواء في العمل، تعامل مع الناس، حياتها بشكل عام. اللي بعده يا قمر هالدنيا، قال مورجان أنه صار عنده آلام في المفاصل. تدري ليش؟ لأنه زيادة الوزن اللي صارت كذا فجأة، صار عنده ضغط على المفاصل. اللي بعده قال انه صارت عنده اضطرابات في النوم، وانه صار ما ينام مثل اول، وانه لما يقوم الصباح يقوم وهو يحس انه تعبان، وانه اغلب الايام يمر يومه كامل وهو يحس انه تعبان. تعبان من ايش؟ ما يدري. الامر اللي بعده يا قبوشة قلبي، اتضح انه عنده مشاكل في الكبد، وقبل الشهر هذا ما كان عنده اي مشكلة في الكبد. قالت الفحوصات الطبية انه عنده ارتفاع في انزيمات الكبد، الامر اللي يشير انه لو استمر على نفس النظام هذا رح يصير عنده تليف في الكبد. النتائج هذه كانت صدمة، صدمة لمورجان وصدمة لكثير من الناس، الناس اللي مدمنين على الوجبات السريعة هذه واللي مسوينها روتين حياة. عشان كذا بعد ما انعرض الفيلم هذا، الشعب الأمريكي سوى أكبر مقاطعة لشركات الأطعمة السريعة هذه، وعلى رأسها ماكدونالدز. راح نلاقي سبحان الله أنه الله سبحانه وتعالى حط لنا أشياء كثيرة وأحلها لنا، ولكنه قال لنا أنه إحنا ننتقي الأشياء اللي إحنا ناكلها. قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول كمان في سورة البقرة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول كمان نفس الشيء في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهيك بعتقد يا أبوشة قلبي وبعد عمري وحشاشتي وفي إنه إحنا وصلنا لآخر شيء. لو عجبش الموضوع فحطي لي شي زي لايك من يدش الحلوة، وإذا ما عجبش عادي لا تحطين. وآخر شيء شنو نقول؟ آخر شيء نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وحبك يا عمر، وفي أمان الله. باي.